ما الأسباب الجوهرية لانهيار العملة اليمنية؟ وهل ستنجح إجراءات الرئيس عبد رب منصور هادي في لجم التدهور؟ ماذا أعدت الحكومة وحلفاؤها لمجاعة تهدد ملايين اليمنيين؟ بعد إقالة رئيس الوزراء أحمد بن دغر، ما خيارات الحكومة المقبلة لوقف معاناة سكان البلاد؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان اليمن على أبواب مجاعة القرن.